اشتكينا يا باشا، ربنا الحلم مش منك يا كبير، ربنا يخليك ولينا. نعرف ليه صحيح لحد دلوقتي؟ عادي يعني. لا مش عادي. مالك يا حبيبتي؟ حالك مقلوب، مش انتي حنونه اللي انا عارفاها. تامر مزعلك؟ ساكته ليه؟ حنين يا حبيبتي، انا عارفه ظهور ابوكي في حياتك قلب كيانك. صدقيني طول السنين اللي فاتت دي انا كنت شايله هم ان ده ممكن يحصل. وهو حصل يا مجد. ماجدة، أنا ينفع أسألك سؤال وتردي عليا بصراحة؟ اتفضلي يا حبيبتي. تعرفي عنه إيه؟ ما افتكرلوش حاجة وحشة، علاقتي بيه انتهت من ساعة الحادثة، ما أقدرش أقولك أكتر من كده. بس أنا اللي عايزة أسألك، أنت ليه متلخبطة؟ مش عارفة، أنا كل ما أبص في عين الراجل ده بحس بإحساس غريب أوي، إحساس خايفة أوي أصدقه. عمري ما كنت أتخيل في حياتي إن أنا أحس الإحساس ده ناحيته. عارفة يا مجدة، وأنا صغيرة في المدرسة لما كانوا أصحابي البنات يفضلوا يحكوا لي عن أمهم وأبوهم وبيعملوا إيه مع بعض، كنت بتضايق أوي من جوايا، بحسدهم على الإحساس ده عشان عمري ما حسيته. كده يا حنين؟ يعني أنا مش مكفياكي؟ طب أنا زعلانة منك. حبيبي بس أنا عايزة أفهم، إزاي الراجل ده قادر يعمل كده؟ إزاي يقدر يحرمني من أمي ومن نفسه؟ مش مصدقة الراجل اللي انا شفته ده في كل الجبروت ده، ازاي ظالم كده؟ انا مش عارفه افكر يا ماجدة، انا بجد هتجنن. انا عارفه يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده اكبر منك، زي ما انا عارفه ان انت مالكيش ذنب فيه. بس صدقيني يا حبيبتي مفيش حاجه مش بتعدي. اعتبريهم يا ستي ماتوا في حادثه. بصي لنفسك، الحياه لسه كلها قدامك. اركب.
رخصك يا ابني. حاضر. يا باشا عربية مين دي؟ بشتغل عليها. فتش العربية. انا بس انزل. اسكت ليه؟ دي ستها. طب ما تغني حاجة بالعربي. ايوه عبك كده اسهل. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا زهقت خلاص من اللف. نفسي بقى الدنيا تسقسق وتمطر معانا ونشرب السيجارة الالكترونية دي. الالكترونية دي؟ دي بتشتغل على الفحم. بترسلها حجر؟ لا دي دماغها دماغ كلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين ده؟ ده عبد زكريا. ورايح فين؟ تلاقيه رايح يصلي. هو الظهر ادن؟ يا جدع الظهر ادن والعصر قرب يدك كمان. طب اقول لك احنا لازم بقى ننام بدري عشان احنا ما عندناش شغل خالص، لازم نبقى فايقين كده. ها؟ صح. هتوحشني حبيبي يا سيدي. بوسي. تصبح على خير. معلش قلقت. ها؟ ما تتاخرش بكره. حبيبي. كل مرة سألتك فيها عبد العزيز عن سبب جريك ورا الفلوس ما كنتش بسمع منك جواب يريحني. يا ترى دلوقك هتقدر تجاوبني؟ في الأول كنت بقلدك، كنت عايز أبقى زيك يابا. بداية تخشاني وأدوق شوية من طعم الشقة اللي أنت دايما، وبعد ما قفشت قرش الأحلام كبرت. وبعدين إحنا خلاص داخلين على زمن الجنيه، والجنيه مالوش صاحب. معاك معاك، عليك عليك. معاك حق يا ولدي، الناس بيجي وحوش والجرش بيجي هو معيار الشرف والأمانة والكرامة، لكن لقمتنا الفقيرة دي يا ولدي ربك بيبارك فيها قوي عشان من حلال. الشريف هيفضل طول عمره شريف، واللي جاب فلوسه من حرام هيفضل قلقان على بكرة وحاقد على الغلبان اللي عاشها بشرف وأمانة.